هنتكلم فيها عن قروان الإذاعة المصرية، عملاق الابتهالات والتواشيح الدينية، الشيخ محمد الطوخي، اللي اتميز بحلاوة الصوت وجماله، وكمان اتميز بعلمه بقواعد فن الإنشاد والابتهالات الروحانية الجميلة. ولما تأسست إذاعة القرآن الكريم، كلف الدكتور كامل البوهي مسؤول إذاعة وقتها الشيخ الطوخي أن يؤدي النشيد الافتتاحي، وبدت الإذاعة يومها بصوت الشيخ الطوخي، واستمر على مدار سنوات، وحرص رحمة الله عليه على دراسة الموسيقى حتى تم اختياره عضو في المعهد العالي للموسيقى. عفوك ورضاك يا رب، لا والد لك أنت وقال أقبل فإن العفو من شاني. الشيخ محمد الطوخي كان دايما بيقول إن المنشد يجب أن يتوفر فيه النطق الصحيح للحروف وحلاوة الصوت ونقائه وتجويد القرآن وأيضا الإلمام بقواعد الموسيقى. كان الشيخ الطوخي بيقرأ القرآن في المناسبات العامة والمآتم والمساجد والليالي الرمضانية داخل مصر وخارجها، وسخر صوته لقراءة القرآن لأكثر من 70 سنة. رمضان شهر البر، طوبى للذي صام احتسابا للإله وقاما. الشيخ الطوخي كان من الأصوات الجميلة والموهوبة والخاشعة في تلاوة القرآن الكريم، وسجلت لي الإذاعة المصرية مجموعة من الابتهالات الدينية، منها السيرة المحمدية ودعاء الأنبياء ومدح الرسول وغيرها كتير من التسجيلات. وكان الطوخي قارئاً لمسجد السلطان أبو العلا منذ سنة 48 إلى أن توفاه الله، وللشيخ الطوخي تسجيلات قرآنية ما زالت محفوظة عند محبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وله العديد بقى من الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية، منها ماشي بنور الله، ومين ما يعرفش مننا ماشي بنور الله، ومين ما يفتكرش ماشي بنور الله. وفي ابتهال تاني برضو، من لي سواك، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، رمضان شهر البر. ودلوقتي هنقرب أكتر من الشيخ الطوخي وهنعرف تفاصيل كتيرة عن حياته. يا رب إن عجز الطبيب فداوني، بدوائك الخافي عن الأعياء. جمع بين تلاوة القرآن الكريم وفن الابتهال والتواشيح الدينية في قرية سنتريس مركز أشمون المنوفية. اتولد الشيخ محمد الطوخي يوم الجمعة 21 فبراير 1922، ونشأ في أسرة محافظة كانت حريصة على تعليم الدين. بدأت حياته من كتاب القرية في عمر 5 سنين. اتعلم القرآن الكريم على إيد الشيخ أحمد الدكروري، وتعلم القراءة والكتابة، وفي العاشرة من عمره أتم حفظ القرآن الكريم.
بعدها تعلم علم التجويد على إيد الشيخ عبد العليم محجوب، والتحق الشيخ محمد الطوخي رحمة الله عليه بالأزهر الشريف، فتعلم العلوم الشرعية من قرآن وحديث وفقه وسيرة وتفسير ولغة، وحصل الشيخ الطوخي على إجازة القرآن الكريم وأجاد القراءات السبع والعشر، وانطلق بعدها في تلاوة القرآن وإلقاء التواشيح الدينية في كل أنحاء العالم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تميز الشيخ الطوخي بحلاوة الصوت وجماله، فكان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم وفن الابتهالات والتواشيح الدينية، واللي منها الشيخ علي محمود والنقشبندي طوبار والفيومي وطه الفشني وغيرهم كتير من هذه المدرسة العريقة رحمهم الله جميعاً. عمل الشيخ الطوخي رحمه الله في المأزونية بجانب تلاوته للقرآن الكريم والإنشاد الديني، فكان المأزون الشرعي لحي بولاء بالقاهرة. يا حرص الشيخ الطوخي على دراسة الموسيقى حتى تم اختياره عضو في المعهد العالي للموسيقى. في بداية الأربعينات من القرن العشرين اعتمد الشيخ محمد الطوخي بالإذاعة، وأطلق عليه قروان الإذاعة المصرية، وسجل لها العديد من التسجيلات منها السيرة المحمدية ومجموعة كتيرة من الأدعية، كما أطلقت عليه الإذاعة أيضاً لقب المنشد بعد أن سجل لها بعض التواشيح الدينية. خارج الإذاعة كان الشيخ الطوخي رحمة الله عليه قارئاً للقرآن في المناسبات العامة والمآتم والمساجد والليالي الرمضانية، فشارك في العديد من الحفلات التي أقيمت في مصر وخارجها. زار الشيخ محمد الطوخي رحمة الله عليه دول كتيرة معلماً وقارئاً ومنشداً ومبتهلاً ومحكماً في العديد من المسابقات القرآنية التي كانت وما زالت تعشق تلاوته.
للشيخ العديد من الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية، منها من لي سواك يا نور كل نور، لي فيك يا أرض الحجاز، رمضان شهر البر، ماشي بنور الله.